هنعمل اول حاجه، انا بس عايزه اوريكم بس قبل ما ابتدي، دي بتكون شكل النودلز وهي ناشفه كده اهو، زي ما احنا شايفين شكل النودلز وهي ناشفه. بنسوي النودلز دي ازاي؟ بننزلها في 3 دقايق، بتبقى الكاتل بتاعك مغلي او ميه مغليه، تنزليها في ميه مغليه مع نقطتين زيت سمسم وتشيليه على طول. احنا عايزينها تبقى على دانتا، او يعني اللي هي بتعد عليها، مش مستويه مهريه، عشان احنا لسه هنستوي هنشتغل بيها. هنا اهو اول حاجه هنحطها، طبعا شويه الزيت بتاعنا اللي هنحمر فيه، والحمد لله هي الطاسه جميله وسخنه. هنروح حاطين تاني، شوفوا تالت مره اهو، بستخدم زنجبيل وثوم، منتهى الروعه والريحه غير عاديه والفايده الصحيه عاليه جدا كده اهو. ده هو زي ما انتوا شايفين هنحمرها، مش هنغيب عليها في التحمير، البصل على طول تنزل وراها. ده هو مش بنحب نغمق خالص، يعني انا ما بحبش الحاجه ايه تبقى غامقه في الالوان، عشان كل الالوان الجميله للعين. احنا لو حرقنا البصل والثوم هتغطي على الالوان الجميله بتاعت الكرومب وبتاعت الفلفل الالوان. هحط اهو الفلفل الالوان بتاعي اهو، شوفوا الفلفل متقطع طويل، ما نقطعه طويل كده، ده اسمه جوليان، نقطعه بطريقه اسمها جوليان. جوليان دي متاخده عن شوربه قديمه اتعملت في يعني في زمن قديم جدا، يعني من مئات السنين، وعشان كده كان كل الخضار فيها متقطع بالطول، عشان كده سموها جوليان، يعني اخذت عنها ان هي ده نوع التقطيع يعني كده اهو. دلوقتي هحط ملفوف، ممكن احط ملفوف او اللي هو الكرومب، ممكن احط ابيض واحمر او ابيض بس، تمام. انا مش هحط احمر علشان انا عايزه ايه الالوان كلها تبان، مش يعني عايزه احط اخضر بس كده اهو، يدبل مني بس زي ما انت عايزه. على فكره ده في ايدك تماما اختياري موضوع الكرومب اللي انت هتحطيه، هو كده بيتشوح. هاجي على الجنب بقى من التشويحه بتاعتي دي، بس انا عايزه بس ادخلهم كلهم في بعض قبل ما احط كده اهو. انا مش هحط ولا الخل ولا الصويا بتاعتي لسه، عشان انا لسه هنا في خطوه انا هعملها، هي هتتشوح كده. هاخد كل خضاري ده كده على الجنب، واجيب بيضه، هجيب البيضه بتاعتي. طبعا انتوا عارفين انا لازم اعمل تيست للبيض بتاعي قبل ما اشتغل بيه، اتاكد بس ان هي سليمه ما شاء الله زي الفل. شوفوا بقى كده، انا هحط على الجنب الخضار، هنزل البيضه تستوي كده لوحدها الاول، اتاكد انها استوت عشان مهم جدا ان البيضه تستوي، وهقلبها كده تبقى سكرامبلد او يعني مستويه. اول لما اتاكد انها استوت هبتدي ادخلها. البيض ده اختياري، في ناس ما تحبش البيض في النودلز، بس اي فرايد نودلز وفرايد رايز لازم بنحط فيها بيض، عشان تبقى ايه اكلناها يعني ايه زي ما قال الكتاب في النودلز بتاعتنا او الرز. احنا ممكن نعمل الاختراع ده برضو بالرز، مش هنتوقف خالص على حكايه النود. اول ما يبتدي يخش في بعضه هدخله كده اهو الخضار بتاعي. هاجي بقى دلوقتي هحط الصويا بتاعي، صويا صوص وشويه الخل، واقلب تاني. عايزه كل الخضار يخش في بعضه، ريحته تجنن الحقيقه. كون زي ما احنا متفقين اهو، النودلز بتاعتنا على دانتا مستويه نص سوي علشان ما تتهريش مني. هنزلها هي الحمد لله جميله، واحنا حطينا عليها، قلتولي احنا حطينا زيت سمسم، احنا حطينا زيت السمسم عليها اول لما سلقناها علشان ما تبقاش ملزقه في بعض. طبعا ممكن تحطي كل الكميه، نص الكميه زي ما انت عايزه. جيبها كده بقى، هدخل كل الخضار الجميل اللي احنا اشتغلنا بيه في بعضه. انا بس هنا هحط شويه ملح وفلفل خفاف، عشان انا ما حطيتش عليها ملح وفلفل، دي تبع الرغبه طبعا. انا مش بكتر ليه ملح وفلفل؟ علشان الصويا صوص اوريدي فيه ملح، عشان كده ما يبقاش تقيل معايا، عشان كده انا مش بكتر ملح وفلفل. ده اهو، اتاكد بس ان كل الباستا بتاعتي او النودلز، الايج نودلز،
اتغطت بالخضار او اتغطت بالصويا والخضار الجميل بتاعنا. ممكن ناس تحب تعمل او تحط هنا برضو فراخ مع كل الصوصات او مع كل الخضروات اللي احنا حطيناها والصوص، نسوي جنب زي ما سوينا البيضه كده، ننزل الفراخ شويه يتسوى على الجنب، او نسوي الفراخ في الاول. يعني في ناس تسوي الفراخ في حبه زيت الاول زي ما عملنا في التشيلي تشيكن، وبعد كده تنزلها كده اهو، هي اخذت اللون وجميله جدا جدا. وهنبتدي ايه نغرف. لو انت حاسه ان هي تقيله على ايديكي ومش عارفه تلفيها او هتبقى صعبه على الناس في الاكل، انا عندي مقص هنا اهو، ممكن كده بالراحه خالص بالمقص بنجيبها كده لو احنا شايفين ونقطعها بسيط. ناخد بالنا ما نحكش في الطاسه من تحت بس عشان ما يبص، علشان ما تبقاش صعبه على الناس اللي بتاكل. جميله ريحتها حلوه قوي. تمام، نشيلها من على النار وهنبتدي نغرف النودلز بتاعتنا. اهو زي اللي بناكلها في المطاعم بره بالظبط، واحلى وانضف. يا جماعه انا لم انا ايه اللي خلاني اعمل تشاينيز؟ طبعا الطلب مننا كذا مره في الحلقات ان حد يقول لنا ازاي اكل، عايزين نعمل اكل تشاينيز، عايزين نتعلم نعمل اكل تشاينيز. لما بروح المولات الكبيره وبشوف الناس بتقف بالطوابير على المطاعم الصيني، ببقى الحقيقه مبهوره جدا. طب كويس قوي، في كالتشر جديده دخلت، طب ما يلا نعلم بقى الستات يخشوا بقى ويعملوا الاكل الصيني الجميل ده، احنا نعلمهم وهم يعملوه في البيت، الطف وانضف ومنتهى الجمال والنظافه واكله وطعمه حلو. في ايدك انت بقى تخليه سبايسي، في ايدك تخليه مش سبايسي، كل اللي في ايدينا هنعمله ان في يعني سوري، في ايدك تحطي او تشيلي الحاجه الحاميه، لان مش كل الناس طبعا بتحب الحاجات السبايسي.